تحية رياضية مشاهدينا الكرام، نحييكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج الرياضة اليوم. يستقبل بعد قليل ريال مدريد على ملعب أسطورته ألفريدو دي ستيفانو نادي مايوركا ضمن الجولة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم، في مباراة يسعى من خلالها النادي الملكي إلى تحقيق الفوز واستعادة الصدارة من غريمه التقليدي برشلونة. بعد أن عاد مظفرا من رحلته لمدينة سان سيباستيان في إقليم الباسك بفوزه على ريال سوسيداد في الجولة الماضية، يستقبل ريال مدريد ضيفه مايوركا ضمن مباراة الجولة 31 من الدوري الإسباني بكرة القدم، ويدخل الريال اللقاء وعينه على النقاط الثلاث التي من شأنها أن تعيده للصدارة التي خسرها أمس لمصلحة غريمه التقليدي برشلونة الفائز على أتلتيك بلباو بهدف. وستعاني كتيبة الميرينجي في خط الدفاع في ظل الغياب المستمر الإسباني ناتشو، بالإضافة لقائد الفريق سيرجيو راموس الذي تحوم الشكوك حول مشاركته بخروجه مصابا من مواجهة سوسيداد بعد أن أصبح أكثر مدافع تسجيلا للأهداف في تاريخ الليغا. كما تشهد تشكيلة النادي الملكي غياب لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو بسبب تراكم البطاقات الصفراء، مما يصعب مهمة ربان سفينة نادي العاصمة الفرنسي زين الدين زيدان باختيار التشكيلة المناسبة لتحقيق المراد. وفيما عدا ذلك، تبدو أوراق ريال مدريد الهجومية متكاملة في ظل تألق هداف الفريق الفرنسي كريم بنزيما والعودة الموفقة للنجم الشاب أسينسيو والمشاركة المرتقبة للنجم البلجيكي إيدن هازارد. من جانبه، يخوض مايوركا اللقاء بعد تعادله مع ليغا نصف الجولة السابقة ليحتل المركز 18 على سلم الترتيب برصيد 26 نقطة بفارق 3 نقاط عن إيبار 17، ويطمح الضيوف لتحقيق المفاجأة والإيقاع بالريال في عقر داره كما فعلوا في مباراة الذهاب التي نجحوا بالفوز بها بهدفين دون رد. كما يأمل لاعبو مايوركا بتحقيق انتصارهم الأول بعد عودة منافسات الدوري الإسباني، حيث خسر الفريق مرتين وتعادل مرة واحدة، وذلك لتحسين موقعه والابتعاد عن شبح الهبوط للدرجة الثانية. نعم مشاهدينا الكرام، الحديث عن محور حلقة الليلة ينضم إلينا من العاصمة الليبية طرابلس الإعلامي الرياضي علي الجندي. فأهلا ومرحبا بك كابتن علي على شاشة قناة اليوم. أهلا وسهلا بك، نحب نحييك وكذلك نحيي كل متتبعي قناتكم وكذلك برنامج الرياضة اليوم. أهلين كابتن. كابتن، لعبة الكراسي الموسيقية بدأت في اللاليغا، مرة برشلونة يعتلي صدارة وأخرى ريال مدريد، الآن برشلونة في الصدارة لكن الريال تنتظره مواجهة بعد قليل، على الورق تبدو سهلة نسبيا، كيف تقرأ المواجهة؟ صحيح، زي ما أشارت من الليغا حتى الآن، يعني بعد عودة المنافسات وبعد التوقف الدولي أو بعد التوقف عفوا بسبب جائحة كورونا، العودة كانت نارية جدا، خصوصا يعني بعد تعادل برشلونة في الجولة الماضية وانتصار ريال مدريد في ملعب صعب في ملعب سان سيباستيان في إقليم الباسك على ريال سوسيداد. الريال يصعد إلى صدارة الليغا، يعني حقيقة متساوي في النقاط مع فريق برشلونة. الآن المنافسة أصبحت أكثر شرسة بين الغريمين التقليديين، وزي ما اعتدنا في الليغا دائما صراع نقول الكراسي الموسيقية زي ما شفت بين الريال وكذلك برشلونة. البارسا بالأمس أيضا حقق انتصار على أتلتيكو بلباو، يصعب جدا ويصعب المنافسة جدا على فريق ريال مدريد اليوم، خصوصا الريال سيواجه مايوركا. مايوركا يعني لا نعتبرها مباراة سهلة، نعرف حقيقة في ظل توقف الدوري ابتعاد ريال مدريد عن خوض منافساته في ملعب سانتياغو برنابيو، كل هذا من شأنه انه يعني ربما يسبب بعض المشاكل لريال مدريد. مايوركا في لقاء ذهاب لو تتفكر كان حقق انتصار على ريال مدريد بهدف دون مقابل، ولكن الريال اليوم يعني في مهمة تبدو يعني لن تبدو سهلة زي ما شفت انت، ولكن المهمة ايضا صعبة لان فقدان اي نقطة الان سيعيد برشلونة للصدارة لوحده. الريال مطالب بتحقيق الانتصار وكذلك يعني نقوله الاستعداد اكثر واكثر حتى لمسابقه دوري ابطال اوروبا، خصوصا ان ريال مدريد بعد استحقاق الليغا الحالي تنتظر مباراه صعبه جدا مع مانشستر سيتي، لذلك زيدان عليه ان يحضر فريقه احسن تحضير. نعم كابتن علي، خلينا شوي نرجع لمباراه ريال السابقه، الانتصار الثمين للريال في عادة من شواطئ المحيط الأطلسي بانتصار مهم، لكن هذا الانتصار شابه الكثير من الجدل التحكيمي بخصوص أداء حكم اللقاء كما تابعنا. ما رأيك بفوز الريال الصعب جدا على ريال سوسيداد في معقله في أنويتا؟
والله يا التراشق بين زي ما نقول يعني بين الصحف التابعة لمدريد وكذلك الصحف التابعة لبرشلونة والعكس صحيح، حتى بين جماهير الفريقين دائما تكون هناك اتهامات من حيال الطاقم التحكيمي لفريق على حساب آخر. الأخطاء التحكيمية ربما تبقى جزء مهمة من اللعبة، وكذلك يعني كانت لي دائما مصيبات كبيرة الأخطاء التحكيمية، مع نقول تقنية الفار قلت إلى حد كبير الأخطاء التحكيمية، ولكن في بعض الألعاب نقول تبقى حكرا أو تقدير حكرا على تقديرات الحكم. من الصعب جدا حقيقة يعني نقول تفنيد ما قالته يعني الصحف الكتالونية عن نقول ربما أخطاء تحكيمية لمصلحة الريال عمدا، وكذلك من الصعب إذا أن تأكيدها. لذلك زي ما شفت من الأخطاء التحكيمية دائما ما تبقى يعني جزء من اللعبة، ولكن عملية أن نقول كل حكم يحاول يساعد فريق على حساب الآخر دي يعني أمور مستبعدة وغير مقبولة في ضمن مسابقة زي مسابقة الليغا اللي تعتبر واحدة من أبرز وأهم الدوريات على صعيد العالم. الأخطاء من حدثت ربما ستكون دون قصد الطاقم التحكيمي. وفي اللقاء الماضي يعني حتى التقديرات تبقى صعبة جدا، خصوصا في هدف كريم بنزيما اللي طار الكثير من الحبل. بعض الصور رأيناها أن الكرة ربما كانت على كتف كريم بنزيما، وصور أخرى ربما تفسر لنا أن الكرة لمست إلى حد ما يد كريم بنزيما، والقرار الأول والأخير كان على حسب تقديرات الحكم واللي كانت ليه يعني نقوله صفرته واحد فعلا أنها شرعية هدف. نعم كابتن علي، يعني فعلا لاحظنا تسجيل الريال أو عفوا ركلة جزاء التي منحها الحكم لريال مدريد شابه الكثير من الجدل، وأطلق عليها الكثير من المحللين التحكيمين بأنها ظالمة، واعتبروا هدف ريال سوسيداد الذي ألغاه الحكم بالشرعي ولا وجود لشيء اسمه تسلل في الهدف. برأيك، بقراءتك، بمتابعتك، بمطالعتك للصحف وتحليل التحكيمي، كيف هل ضربة الجزاء التي منحها الحكم لريال مدريد ظالمة، وهل هدف ريال سوسيداد كان هدفا شرعيا؟ بالنسبة لهدف ريال سوسيداد الذي تم إلغاء التعديلات الجديدة التي أجرتها الفيفا نقول يعني في الأمور التحكيمية وخصوصا حالات التسلل، أي لاعب يكون في منطقة يعني نقول في منطقة وفي موقف صعب من على الحارس مهمة راية الكرة يعتبر متداخل في هذا اللعب، وهذا ما كان في هدف ريال سوسيداد وهدف عدنان يونيزاي الذي تم إلغاءه. بالنسبة لركلة الجزاء اللي حصل عليها فينيسيوس جونيور، أيضا يعني كان هنالك التحام منذ بداية الهجمة بين دييغو يورنتي وكذلك فينيسيوس جونيور، ولكن التدخل الأخير حقيقة الصورة لم تكن واضحة، حتى يعني الإعادة عن طريق الفيديو لم تكن واضحة طريقة اللمس التي كانت بين دييغو يورنتي وفينيسيوس جونيور، والحكم يعني كان على بعد أمتار قريب 3 و4 متر فقط عن اللقطة، حتى يعني اتخذ قرار لم يرجع إلى الفار ولم ينتظر إشارة أحد نقول المساعدين المتواجدين خلف شاشات الفار، وكان القرار ارتجالي منه، وأيضا لم ينتظر حتى توني سريعا قام بإعلان ركلة، وكان شاهد نقول اللقطة بشكل واضح ولا ينتظر تدخل أحد. نعم كابتن علي، أيضا في المباراة التي سبقتها مباراة فالنسيا شاهدنا هدف أيضا شابه الكثير. هذه الشكوك حول الأداء التحكيمي الذي يعتبره الكثيرون مؤيد لصدارة فريق ريال مدريد صدارة اللاليغا، يعني لو احتسب الحكم هدف فالنسيا تتذكر في الأسبوع قبل الماضي سجل فالنسيا هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل أو وجود مخالفة على لاعب فالنسيا، الكثيرون اعتبروا هدفه صحيحا. وأنا زي ما أشرت لك أن التراشق والاتهامات بين جماهير الفريقين وبين أيضا الصحف التابعة الأس والماركا التابعة لمدريد أو حتى صحيفة ريمودو ديبورتيفو التابعة لبرشلونة دايما ما تبحث وتحاول الاصطياد في الماء، العكس كل فريق يحاول يثبت انه هو مظلوم، ان الفريق هو المنافس الاخر، ودائما ما ينال القدر الاكبر من المساعدات التحكيميه. وحتى بالامس يعني في لقاء برشلونه شاهدنا ان هنالك لمسه يد على كيمون لونجلي، الحكم تغاضى عن ذلك ولم يعتبر ولم يصفر ركله جزاء. شفنا الصحف اليوم في مدريد كيف انقلبت راسا على عقب على لقطه بالامس. لذلك زي ما شفت من الاخطاء التحكيميه في الليغا الاسبانيه اعتدنا لها من سنوات طويله، وتبقى ايضا يعني نقول رهن تقديرات الحكام، ولكن عملية الإثبات أو تفنيد أن الحكم يحاول مساعدة الفريق على حساب الآخر يبقى أمر مبهم وصعب، صعب جدا، وحتى الآن لم تثبت أي فضائح يعني في السنوات الطويلة الماضية سواء لمصلحة مساعدات لمصلحة فريق برشلونة أو ريال مدريد. لذلك دائما ما تصنف مثل هذه الأخطاء في نقول يعني أخطاء طبيعية وأخطاء واردة من قبل الحكام.
نعم فعلا حاولنا إلقاء الضوء وتصحيح ما تداولته وسائل الإعلام سواء كانت الإسبانية أو العربية أو المحلية بخصوص الجدل التحكيمي الكبير الذي رافق الجولة الماضية من الليغا. نعود إلى مباراة الليلة كابتن علي، هل سيعمد زين الدين زيدان إلى إراحة عدد من نجوم الفريق وفي مقدمتهم سيرجيو راموس كما تداولت مواقع إسبانية؟ هو راموس في المباراة الماضية شهدنا نتعرض إلى كتمة على مستوى الركب وتم استبدال أيضا كإجراء احترازي. المصادر الإسبانية كلها أشارت أن راموس جاهز لخوض لقاء اليوم، ولكن زي ما اعتدنا مع زين الدين زيدان خلال موسمين ونصف قاد فيهم الريال لتسعة ألقاب كان يعتمد بشكل كبير على نظام المداورة، يحاول يعني يشرك أكثر عدد 23 لاعب و20 لاعب دائما يشاركوا باستمرار في تشكيلة ريال مدريد. تشكيل لقاء فالنسيا شفنا يعني كيف اختلف كثيرا عن العنف في لقاء ريال سوسيداد. زين الدين زيدان اراح عدة لاعبين ودفع بعناصر جديده. اليوم ايضا الصحافه الاسبانيه تتوقع ان يشارك اليوم جارث بيل وكذلك ايضا هازار وكريم بنزيما في خط الهجوم، ايضا يقولوا كاختيار او حل ثلاثيه جديده بعد جائحه كورونا يعتمد عليها ربما زين الدين زيدان. لذلك عمليه مداوره الفريق عن طريق زين الدين زيدان دائما ما تكون ناجحه. زيدان يثق في جميع اللاعبين ودائما ما يصرح ان جميع اللاعبين بالنسبه لهم لاعبين مهمين وبامكانهم المشاركه، وكذلك إضافة المستويات الطيبة. شاهدنا المباراة الماضية كيف تم الاعتماد على خامس رودريغيز كلاعب أساسي واللي بدوره أيضا قدم مستوى طيب ونال استحسان الجميع. على كل حال الريال حقق 9 نقاط من 9 ممكنة، هل بتصورك الريال يستطيع استعادة الصدارة هذه الليلة؟ زي ما أشرت لك أن مباراة اليوم يعني البعض يراها مباراة سهلة، ولكن مباراة ريال مدريد ومايوركا لو تابعنا لقاء الذهاب شفنا أن مايوركا سبب المتاعب لريال مدريد ومتاعب كبرى، كان أيضا قادر على إحراز 2 و3 أهداف. مثل هذه المباريات تبقوا مباريات فخر. ريال يبتعد عن سانتياغو برنابيو يلعب على ملعب الأسطوراتي الفريق دي ستيفانو ملعب التدريبات الخاص بريال مدريد، أيضا ملعب يعني كمساحة يعتبر أقل نوعا ما من ملعب سانتياغو برنابيو حتى كأمتار الملعب طولا وعرضا. لذلك حتى عملية إقفال المنافذ على خط هجوم ريال مدريد ربما يكون ممكنا من قبل لاعبي ريال مدريد مايوركا، وأيضا قد يصعب من مهمة ريال مدريد، ولكن الريال بعد جائحة كورونا قدم لنا مستويات هجومية طيبة. الأهم استعادة كريم بنزيما مستواه، كريم بنزيما بدأ قريبا أيضا من الشباك يحرز على أهداف في هذه الفترة، يساعد الزملاء يعطي تمريرات حاسمة، الأجنحة تعمل بشكل ممتاز سواء كارفاخال مارسيلو وحتى فيرلاند ماندي في مباراة فالنسيا قدم لنا مستوى طيب. الريال قادر على تحقيق الانتصار اليوم وانتزاع أيضا الصدارة مرة أخرى من برشلونة، ولكن المهمة إلى الأمتار الأخيرة ستكون بين الفريقين والمنافسة ستكون على شدها إلى نصل للجولة 38. نعم كابتن علي، نترك العاصمة مدريد وملعب دي ستيفانو ونعود إلى ملعب الغريم برشلونة الكامب نو، حيث تمكن برشلونة من رد الدين لفريق أتلتيك بلباو بالتغلب عليه بهدف دون مقابل بعد مباراة صعبة للغاية على رفاق ليونيل ميسي. صحيح برشلونه بالامس حقق انتصار على حساب فريق اتلتيك بلباو بهدف دون مقابل جاء من امضاء ايفان راكيتيتش. مباريات بلباو برشلونه دائما تتسم بالنديه الكبرى خصوصا في السنوات الاخيره. بلباو كذا موسم يعني قادر يبين انه قادر على اسقاط البارسا والانتصار عليه. بالامس ايضا قدم مباراه طيبه الى حد ما، ولكن البارسا حقق المهم وهو تحقيق 3 نقاط والانتصار ومحاوله ايضا الاستمرار في منافسه ريال مدريد على الصداره وعدم ترك المساحه لريال مدريد للانتصار والابتعاد عنه. البارسا بالامس يعني لم يقدم المستوى الطيب الى ربما الى اخر نصف ساعه و25 دقيقه بعد دخول الشابين انسو فاتي وكذلك ريكي بويغا الذي قدم مستوى طيب. البعض بدا يتحدث عن انيستا جديد في وسط ملعب برشلونه. بعض الاصوات اليوم شفت انها تطالب ان يكون هذا اللاعب اساسيا او على الاقل ان يتم الاعتماد عليه بشكل اكبر واكبر. انسو فاتي ايضا جاء الجميع بدا يتحدث على ان انسو فاتي لابد ان يكون لاعب اساسي بديلا لانطوان جريزمان الذي يبحث عن نفسه وعن ذاته. جريزمان من لاعب كان بامكانه المنافسه على الكره الذهبيه خلال 3 أو 2 أو 3 الاخيرين الى لاعب مجهول الهويه حتى الان. اللاعب لم يقدم لنا المستوى المنتظر ولاعب نراه تائها على ارضيه الملعب مع فريق برشلونه. لم نعتد هذه المستويات من انطوان جريزمان سواء مع ريال سوسيداد او حتى مع اتلتيكو مدريد. كيكي ستين حتى الان يحقق الانتصارات ولكن لم يقدم كره القدم المنتظره كيكي ستين التي استمتعنا بها مع ريال بيتيس على مدار الموسمين. والبعض ايضا تحدث على ان كيكي ستين بامكانه استعادة ولو القليل من كرة برشلونة التيكي تاكا التي اعتدنا عليها خلال السنوات الأخيرة والتي ضاعت وتاهت مع إرنست فالفيردي، ولكن حتى الآن تغير المدرب ولم يتغير شيء على صعيد الأداء ولا زال ميسي هو الذي يحسم نقاط برشلونة بشكل كبير وهو من يساهم في جلب النقاط.
نعم علي، يعني هل أثر تعادل وتعثر برشلونة في إقليم الأندلس أمام إشبيليا بالتعادل السلبي من دون أهداف على أداء وفقدانه للصدارة للغريم التقليدي ريال مدريد على أداء برشلونة في مباراة أتلتيكو مدريد أتلتيكو بلباو عفوا؟ والله لو تتابع مسيرة برشلونة في السنوات الأخيرة، لا نتحدث عن هذا الموسم فحسب، بالعكس أن البارسا أداء متذبذب وفقد للهوية الكتالونية، الهوية الهجومية التي قدمها بيب جوارديولا، التي قدمها يوهان كرويف، حتى مع فرانك ريكارد كنا نستمتع بكرة قدم جميلة جدا من برشلونة، الفريق الذي ربما في القرن الأخير أو في القرن الحالي هو الفريق الأمتع على مستوى العالم، الذي قدم لنا أجمل الكرات وأجمل الألحان، ولكن في آخر 3 سنوات نشاهد أن البارسا وكراته ضاعت، باستثناء ميسي الذي لا زال يحاول يجاهد لوحده ربما لتقديم الإضافة لتساعدة الفريق، على نقول يعني دون ذلك الفريق حتى الآن يعاني كثيرا على مستوى تقديم الأداء المنتظر، على مستوى الثبات على الأداء الهجومي، برشلونة حتى الآن ينتصر ولكن لا يمتع، لا ينتصر ولا يقدم، دون نظرة لمباراة إشبيليا يعني لا نراها لها تأثير كبير على المباراة أمس، بالعكس يعني لو نرجع للوراء لحتى الموسم الماضي أو بداية الموسم الحالي قبل التوقف، برشلونة يحاول دائما يقدم مستوى طيب، ولكن المستوى لم يصل ولم يرتقي للمستوى المعهود والمنتظر رغم تحقيقه للانتصارات، ورغم أيضا نقول أن برشلونة لا زال حتى لو رغم ابتعاد على مستواه المعهود لا زال يصعد وباستمرار على منصات التتويج، ولكن الهوية الكتالونية لا زال نفتقدها، وكرة التيكي تاكا حتى الآن لم يستعيدها برشلونة. على ذكر ميسي، لماذا عجز ميسي في كثير من الأحيان من اختراق دفاعات بلباو؟ لاحظنا عجز ميسي، وميسي معروف باختراقاته لدفاعات جميع الخصوم في جميع المباريات تقريبا. هو نقدرش نقول عجز، لنا ميسي بالأمس كان هو اللاعب الأخطر على أرضية الملعب، أيضا يعني مرر ومول زملائه بعديد الكرات المهمة، وكان أيضا يعني له بصمته في كرة الهدف التي أحرزها راكيتيتش، الاستلام والمراوغة ومن ثم المتابعة عن طريق راكيتيتش، اقترب ميسي في كذا كرة من إحراز الهدف الثاني، ولكن اليد الواحدة يعني صعب أن تصفق على أرضية الملعب دائما، ميسي دائما ما كان هو المنقذ لوحده، ينقذ فريق برشلونة خصوصا في المباريات الهامة والمباريات الصعبة، بالأمس شاهدنا ابتعاد سواريز عن مستواه، كذلك أنطوان جريزمان لم يساعد الفريق هجوميا، أرتورو فيدال أيضا أو راكيتيتش يعني كانت إضافاتهم الهجومية قليلة نوعا ما، رغم أن راكيتيتش سجل هدف، أيضا جوردي ألبا بالأمس لم نشاهد الثنائية التي اعتدناها بين جوردي ألبا وكذلك ميسي، جوردي ألبا كان تايح على أرضية الملعب، لذلك ميسي لوحده من الصعب جدا أن يقوم بكل شيء، ميسي يخرج إلى منطقة وسط الميدان يستلم الكرة يحاول البدء في عملية الهجمة، وكذلك ميسي يحاول إعطاء اللمسة الأخيرة واللمسة ما قبل الأخيرة، في بعض الأحيان ميسي أيضا يحاول أن يكون أو يقوم بالفينش لوحده، لذلك من الصعب جدا ان الفريق يلعب كل ثلاثة ايام مباراه، كل 3 ايام 90 دقيقه، من الصعب جدا ان نرى ميسي دائما ان يكون بالجاهزيه التامه، لكن ميسي يحاول ان نقول ان يقدم الاضافه قدر استطاعته وقدر مستواه، ولولا ميسي لكان برشلونه ربما يعاني ويعاني كثيرا على صعيد الهجوم. نعم كابتن علي، ايضا اتلتيكو مدريد عزز مركزه الثالث بتغلبه على ليفانتي بهدف، مسلسل انتصارات تلاميذه دييغو سيميوني مستمره بعد كورونا. بعد كورونا اتلتيكو مدريد ربما استعاد عافيته، وايضا يعني ينتزع المركز الثالث من اشبيليا، استغل تعادل اشبيليا في اخر جولتين امام برشلونه وكذلك امام فيريال، حقق 9 نقاط كامله عادته الى المركز الثالث، اتلتيكو مدريد الان ربما بات يشعر بالامان نوعا ما في عمليه انه سيكون متاهلا لدوري ابطال اوروبا الموسم القادم، ايضا رفقاء نقول يعني الكوكي يبحثون هذا الموسم ايضا عن ولما لا عن الوصول الى نهائي دوري ابطال اوروبا، تكرار انجازات السنوات الماضيه ولما لا المنافسه، خصوصا اتلتيكو مدريد هذا الموسم هو من نجح في كسر ليفربول وكذلك هيمنه ليفربول وعاد بانتصار هام وصعب جدا على ملعب الانفيلد، سيميوني في هذه الأوقات يقدم مستوى طيب، أيضا اكتشاف مميز لسيميوني في الآونة الأخيرة قبل التوقف بفترة والآن بعد التوقف، وهو القادم من ريال مدريد الغريم ماركوس يورينتي اللي قدم في مستويات طيبة، والآن ربما أشاهد وأرى ماركوس يورينتي بعد التوقف الدولي واحد من بين أبرز اللاعبين في وسط الميدان على الصعيد الأوروبي، لو استمر بهذا المستوى سيكون له شأن كبير حتى مع منتخب إسبانيا في الفترة الأخيرة، سيميوني أيضا يحاول نقول يعني عودة التوازن على الصعيد الهجومي بين جواو فيليكس وكذلك دييغو كوستا والفارو موراتا، إن أتلتيكو مدريد قبل التوقف كان يعاني جدا على صعيد اللمسة الأخيرة، الفريق يقدم في مستويات طيبة ولكن يعجز عن التسجيل، على مستوى الخطوط الخلفية تبقى دائما مؤمنة خطوط سيميوني الخلفية في ظل تواجد أسلوفيني واحد من بين أفضل الحراس في العالم في آخر السنوات يعني كوبلاك، لذلك أتلتيكو مدريد الآن ربما بات في مأمن في عملية
وصولها لدوري ابطال اوروبا، والتركيز سيضع سيميوني ايضا على مسابقه دوري ابطال اوروبا، واللي حتدرس تحقيقها في مدينه اسبانيا في الدوري ربع نهائي في شهر اغسطس القادم. كابتن علي، يعني افهم من كلامك هل ان دييغو سيميوني المدرب الارجنتيني قد توصل الى الخلطه المناسبه لتشكيله الروخي بلانكوس هذا الموسم بعد فتره الضياع كما شاهدنا في بدايه الموسم، وخاصه على الصعيد المحلي شاهدنا الروخي بلانكوس يعاني كثيرا، ودع مسابقه الكاس وايضا كان يعاني في الدوري، لكنه في المرحله الاخيره أقصى حامل لقب تشامبيونز ليج ليفربول وبالفوز عليه ذهابا وإيابا. ربما يعني نقدر نقول زي ما أشارت بجبار أن سيميوني وصل إلى الخلطة إلى حد كبير بعد استعادة أيضا جواو فيليكس الذي تعرض إلى إصابات كثيرة في بداية الموسم، كذلك عودة أنخيل كوريا لمستواه، استعادة دييغو كوستا بعد ابتعاده 3 أشهر عن الملاعب، ألفارو موراتا أيضا بدأ يستعيد عافيته إلى حد ما، ولا ننسى أيضا الإضافة المميزة التي تم تعاقد مع دييغو سيميوني في يناير الماضي، والحديث هنا عن البلجيكي يان كاراسكو العائد مجددا إلى ملعب أتلتيكو مدريد. ربما هذه كل هذه الأسماء وكل هذه يعني قدمت أسلحة هجومية لأتلتيكو مدريد، إذا لو تتفكر يعني في شهر نوفمبر وديسمبر الماضي أتلتيكو مدريد كان يفتقد حتى للاعب رأس حربة في ظل إصابة موراتا وكذلك دييغو كوستا ومن ثم إصابة جواو فيليكس. سيميوني كان يعاني ويعاني كثيرا وبات يعتمد على أنخيل كوريا كلاعب رأس حربة وهمي مما سبب المتاعب. شفنا أن أتلتيكو مدريد كانت أغلب مباراة تنتهي بهدف نظيف أو يتعادل سلبا ويفشل في إحراز الأهداف، الآن بعد توفر وعودة كل الأسلحة الهجومية أتلتيكو مدريد بات قادر على إحراز الأهداف، بات قادر على تحقيق الانتصارات، أيضا يمتلك خط دفاع ربما ممتاز جدا في ظل تواجد فيليبي وكذلك خيمينيز وسط الميدان مع ماركوس يورنتي وتوماس بارتي وكوكي وساول، كذلك يعتبر وسط ميدان من بين الاشرس على الصعيد الاوروبي، دفاع بدني كبير يمتاز به لاعبي وسط صف الميدان عند دييغو سيميوني مما يصعب حتى المهم على المنافسين، وهذا ما شاهدناه في لقاء ليفربول والذي انهار في الاشواط الاضافيه امام صلابه وقوه لاعبي دييغو سيميوني. نعم علي، المرحلة 32 طبعا ستستكمل مباشرة بعد نهاية المرحلة 31 غدا، المرحلة تفتتح بلقاء هام جدا يجمع بين إشبيلية وبلد الوليد يوم الجمعة، كيف تقرأ المواجهة؟ إشبيلية بقيادة لوبوتيجي لا بديل له هذا الموسم عن التأهل لدوري أبطال أوروبا، خصوصا في ظل أيضا وجود بعض الأندية التي تنتظر سقوط آخر أو تعادل أو خسارة أخرى لإشبيلية أمثال أندية ختافي وكذلك ريال سوسيداد، في ريال وفالنسيا الكل يمني نفسه يبحث عن تعثر آخر لإشبيلية لكي تكون المنافسة على المركز الرابع أشد قوة لتقترب أيضا، يعني ختافي نتحدث عن 49 نقطة في ريال 48 نقطة سداد 47 نقطة وكذلك 46 نقطة لفريق فالنسيا مقابل 53 نقطة لإشبيلية، لذلك سقوط أو عدم إحراز الفوز لإشبيلية ربما أيضا يعطي دفعة معنوية للقادمين من الخلف لمنافسة إشبيلية على المركز الرابع، ولما لا خطف ورقة التأهل لدوري أبطال أوروبا. المباراة ستعتبر هامة وهامة جدا لجوليان لوبيتيجي لتحقيق الانتظار ومحاولة توسيع الفارق مع الملاحقين. نعم، وبرشلونة سيكون في رحلة إلى سيلتا فيغو لمواجهة فريقها سيلتا فيغو في ملعب بالايدوس. البلايدوس لطالما كان في السنوات الأخيرة ملعب صعب وصعب جدا على فريق برشلونة، برشلونة في عدة مواسم أهدر النقاط وخسر مباريات على ملعب البلايدوس. إشبيلية دائما أو عفوا سيلتا فيغو دائما ما يقدم مباريات طيبة من برشلونة، شاهدنا حتى في الكامب نو يعني في كذا مرة تجرأ وحقق انتصار وتعادل في ملعب الكامب نو، لذلك سيلتا فيغو أيضا يعتبر خصم فخ لفريق برشلونة، سيلتا فيغو قادر على إحراز المتاع لبرشلونة خصوصا في ظل المستويات التي ربما نقول بعيدة بعض الشيء عن مستوى برشلونة الحقيقي، لذلك المباراة ستكون مفتوحة على كافة مصراعيها وسيلتا فيغو قادر حتى على إحراز البارسا تحقيق الانتصار. أتلتيكو مدريد أيضا سيواجه ديبورتيفو ألافيس في مباراة مهمة للفريقين. أتلتيكو مدريد أيضا في هذه المباراة ربما قادر على تحقيق الانتصار ومواصلة الانتصارات الأخيرة والوصول للنقطة 12 على التوالي، أرى يعني كوجهة نظر شخصية سيميوني قادر على فعله والانتصار وتثبيت أيضا مكانته شيئا فشيئا في المركز الثالث. نعم، وفياريال سيواجه فالنسيا في مواجهة الذكريات بين الغواصات الصفراء وخفافيش فالنسيا. أحد الدربيات يعني نقوله في الليغا الإسبانية بين فالنسيا وكذلك فياريال، مباراة دائما تكون مفتوحة على مصراعيها، كرة قدم ممتازة يعني تشهد لقاءات هذين الفريقين، اللي نشوف يعني فالنسيا دائما ما يقدم كرة قدم هجومية، فياريال أيضا دائما ما يلعب كرة قدم هجومية، ولكن المباراة ربما ستكون حذرة بين الفريقين، هذا
في هذه الجولة القادمة، لأن فالنسيا وكذلك السوسيداد أو عفوا فالنسيا وفيريال بينهم صراع على المراكز الأوروبية، سواء للتأهل لدوري أبطال أوروبا أو حتى على أقل تقدير بطولة اليوروبا ليج، لذلك أن المباراة ربما ستشهد حذر إلى حد كبير بين الفريقين. نعم، وريال مدريد سيكون في رحلة إلى الإقليم الكتالوني، ليس لمواجهة العملاق برشلونة، إنما لمواجهة ابن كاتالونيا العاق إسبانيول. إسبانيول هذا الموسم حتى الآن يترنح في المركز الأخير، وحقيقة كلنا أسف على ما يمر به إسبانيول هذه الفترة. الفريق بات قاب قوسين أو أدنى من الهبوط إلى السيكوندا الدرجة الثانية في الليغا الإسبانية، سيكون أيضا ضلع من ضمن أضلاع الليغا اللي اعتدنا عليها. فريق إسبانيول سيبتعد هذا الموسم ربما بنسبة كبيرة على مصاف الكبار. يعني إسبانيول هذه المباراة تعتبر أيضا مباراة مصيرية، 6 مباريات متبقية لإسبانيول أو 7 مباريات ستكون كلها عبارة عن نهائيات. لو نجح بتحقيق على أقل تقدير من 12 إلى 15 نقطة الفريق سيضمن البقاء، وأكيد على لاعبي إسبانيول سيكون لديهم يعني حافز كبير لمحاولة الانتصار على ريال مدريد، وكذلك تحقيق 3 نقاط والوصول للنقطة 27 والارتقاء إلى المركز 19. ولكن ريال مدريد سيأتي إلى هذا الملعب جائعا جدا من أجل تحقيق انتصار أيضا مواصلة المنافسة لحصد اللقب هذا الموسم. نعم فعلا، الإثارة والندية مستمران في الليغا في الدوري الإسباني. أشكرك جزيل الشكر علي الجندي الإعلامي الرياضي، كنت معنا مباشرة من العاصمة الليبية طرابلس. شكرا لك، ونتمنى نكون قدمنا الإضافة التي تنال استحسان. شكرا لك، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. دمتم بخير، إلى اللقاء.